السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله اول حلقه عن الهامستر، ودول الممثلين بتوعنا. تمام، عايزين نتعرف عليهم. ده اول ولد فيهم، دوت ولد. بص شكله عامل ازاي. شكل راسه عامل زي الراكون، فعشان كده انا هسميه راكون. تمام، ده هيبقى اول ميل معانا. ده تاني ذكر معانا برضو، اللي هو اسمه بارني. شايفين لونه عامل ازاي؟ ده صراحة بيحب ياكل كتير قوي. اما بالنسبة ل خواف جدا زي ما انتوا شايفين. وطبعا ديت احلى واحدة عندي، اللي انا مسميها السنجابة، لان شكلها عامل زي السجاب الصراحة، وشكلها جميل جدا. دي برضو نتاية بس. وعندنا بقى لوزة وكاجو، هما عشان نفس اللون تقريبا، بس في واحدة اغمق من التانية، فانا سميتهم لوزة وكاجو. تمام، احنا بقى ان شاء الله هنبدأ بيهم. دول الممثلين بتوعنا، هنبدأ بيهم سلسلة فيديوهات بقى عن تربية الهامستر وانتاجه والكلام ده كله. ايه الفرق بين الهامستر والفار؟ عامة يعني انا مش هتكلم، بس هنخلي الصورة تتكلم. ده الفار، بص عامل ازاي، عنده ديل. بص ودانه عامل ازاي، بص جسمه عامل ازاي. وده الهامستر. فيا ريت محدش يقول ان الفار هامستر. تمام، هما الاتنين قوارض، بيعيشوا نفس الحياة تقريبا، نفس كل حاجة، حاجات بتختلف يعني بسيطة بس. ده الهامستر ودي الفيران. طيب احنا عندنا في مصر نوعين هامستر، ده السوري. تمام، وده الروسي. هامستر الروسي تعرفه ازاي؟ بيصرخ. تقعد تعمله كده يقعد يصرخ. هو مش عايز يصرخ دلوقتي، معلش. كويس كويس، ده تقدم يعني، هما كده اتعودوا عليا انا بمسكهم. الهامستر الروسي نفس الهامستر الروسي السوري، معلش انا بتلخبط ما بينهم في الاسم، بس هو برضه نفس الفكره. هو بدأ يصرخ اهو، بس يعني مثلا احنا عندنا اللون بتاعه متشابه شويه، يعني حتى لما بيبقى فيه الوان لازم الخط اللي في الظهر ده يبقى موجود، لازم البطن تبقى افتح من ظهره. يعني ده هو موجود في الهامستر الروسي عامة. الهامستر الروسي مثلا ممكن ينتجوا مع بعض، أما السوري لأ، يعني اختلافات بسيطة. تمام، ده كده الفرق ما بينهم. يعني ده الروسي، ده السوري قصدي، دي فران، ده الروسي. طبعا مصر فيها قوارض تانية بقى، زي بولية وربوع، حاجات تانية صراحة أنا معرفهاش. بس ده كده أول فيديو تعارف كده بينكم وبين الممثلين بتوعنا. هما كلهم بياكلوا دلوقتي. دولت عمر فطام، دولت فطام بالظبط ايه، اسبوعين. تمام، طبعا ليه الحوض، ليه طبعا المكان بتاعهم مش هيفضل كده. انا بس ده فيديو تعارف، ان شاء الله هجيب ديكورات واجيب لهم عجله واظبطهم كل حاجه. بس ايه اللي احنا شايفينه النهارده، هم عاملين هنا زي سرير يناموا فيه، فهم مجمعين كل النشاره وحطينا هنا عشان يتدفوا. الحتة اللي هما مش بيستخدموها سايبينها ايه، من غير نشارة. دي لونها عامل كده ليه؟ الهامستر بيحب النظافة، عامل الحتة دي يعمل فيها حمام السائل، اما الصلب بيعمله في كل حتة عادي. طبعا ايه ده الاكل بتاعه. فهو الهامستر من يعني في حاجة حلوة جدا، ان هو ايه بيحب النظافة. فانت متخيل ان هو عامل الحتة دي نعمل فيها حمام، دي حتة فاضية مش بيعمل بيها حاجة، بيقعد يجري فيها بس، وده السرير بتاعه. تمام، بس وان شاء الله كل حد هننزل حلقة. المرة الجاية بقى ان شاء الله هنزل السوق اجيب لهم ديكورات وهوريها لكم ان شاء الله. والسلام عليكم.